عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. شي حاجه اللي كتكون في المخيله ديالنا، وكاينين بعض الناس اللي كيعيشوا الخيال اكثر ما هما عايشين في الواقع، وهذا الشيء كيجي من اجل الهروب من الواقع. بعض الناس كيكونوا عايشين واحد الحياه اللي ما غاديش عليها، كيعيشوا واحد الظروف اللي كتكون صعيبه، فكيختاروا على انهم يتهربوا من الواقع ديالهم من خلال واحد الصوره وهميه كيحطوها في خيالهم، وكيبداو يتيقوها مع الوقت على ان هذيك هي الحقيقه اللي عايشين بها. بعض المرات كيكون حتى التأثير ديال الميديا أو السوشيال ميديا عنده واحد العلاقة قوية من أنه الناس ما كيعيشوش بالظروف ولا بذاك الشيء اللي موجود عندهم، فكيبقاو يتابعوا بعض المؤثرين اللي كيعيشوهم الوهم على أنه هذيك هي الحياة الحقيقية. كيبداو يتخيلوا راسهم على أنهم ممكن حتى هما يوصلوا لهذاك الشيء اللي يوصلوا ليه هذوك الناس غير بأبسط الأمور، أو يعني ممكن أنهم يوصلوا بدون ما يبذلوا أي مجهود، وهذا الشيء كيبقى غير في المخيلة ديالهم. فاش كيجيو يشوفوا الواقع ديالهم كيلقاو شي حاجه اللي مختلفه تماما. فلهذا باش نقدروا نتجاوزوا الوهم ونعيشوا في الحقيقه، خاصنا نخدموا بهذاك الشيء اللي عندنا، الموارد اللي موجوده عندنا، بالظروف اللي عندنا. كل واحد عنده ظروف مختلفه على الاخر، كل واحد خاصو يعرف شنو هي القدرات ديالو وهذاك الموارد اللي متاحه ليه والفرصه اللي عنده باش يقدر انه يحقق ذاته. لانه الا بقينا غير تابعين الوهم وكنرسموا واحد الصوره ماشي حقيقيه، فما يمكنش يعني اننا نكونوا ناس واقعيين، وما يمكنش اننا نزيدوا في الاهداف ديالنا. وشنو تيوقع بعض المرات دماغنا فاش كنحطوا ليه واحد الصوره خياليه ماشي حقيقيه، هو كيزيد يكبرها لينا باش يرتاح وباش نهربوا من هذاك الشيء المصاعب ديال الحياه الحقيقيه، بلاص ما نوض ونخدم على راسي. حيت لانه باش ندير واحد التغيير في حياتي خاصني نوض وخاصني نخدم وخاصني نفيق بكري وخاصني نجرب هذه وما نجحش ونجرب الاخرى. فالدماغ ديالنا كيخلينا كيجربنا لهذاك هذاك الخيال اللي عاجبنا واللي احنا مرتاحين فيه، ولكن كيكون غير واحد المخدر مؤقت باش ما نعيشوش الحقيقه. فخاصنا نتجاوزوا هذا الشيء ونعرفوا على انه النجاح الحقيقي كيجي بالعمل وبالتجارب وبالحياه اللي كنعيشوها رغم الصعاب ورغم الظروف ديالنا.